نرجع لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعوا برنامج صباح اليوم لليوم الاثنين. نحن عم كفايين المشوار لغاية الساعة 10:30 مع ضيوف منوعين مع مواضيع منوعة، وإن شاء الله يا رب نكون عم نجاوب على كل تساؤلاتكم وعلى كل الأشياء اللي بتهمكم. وبنوصل للاختصاصي بالإرشاد والتوجيه الزوجي والعائلي دكتور رائد محسن. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ مش الحال. يعني اليوم الموضوع هو شو يعني اثنين ما بيتواجدوا، هني شريكين مجوزين ما بيتواجدوا سوا الا بحضور الاصدقاء، شو هي الدلالات؟ هلا ممكن يكونوا مزوجين يمكن مش مزوجين شريكين على هلا مزوجين يمكن واحد بيقول انه ما بيكونوا لوحدهم بدون اصدقاء اذا ظهروا سوا تقطع معلي سوا انه اوكي من تعودوا على بعض لانه نحن بالبيت سوا ووقت نظهر ما نظهر مع اصحابنا، يعني علما انه اوقات كمان بحاجه يكونوا سوا خارج المنزل خاصه اذا في عندهم اولاد. صح. بس هيدا ما بيتم الا بوجود اصدقاء، كيف اذا كانوا غير متزوجين. هيدي دليله صحيه او ايجابيه او سلبيه؟ هلا ايجابيه بالمعنى انه عندنا اصدقاء وصديقات كثر وبدنا انه نلبي الجلسات الاجتماعيه من هي ناحيه صحيه. اوكي. غير الصحي ان لم يكن هناك اصدقاء متاحين لكم هالسهره. بتكفوا وحدكم بدونهم بس كثنائي ايه بنتفاجئ لما يعني ما بيكونوا ابدا، يعني بفضلوا ابدا ما يكونوا سوا، مش لازم بفضلوا، يعني واحد منهم او اثنيناتهم بيكونوا متفقين انه ما بنظهر سوا وحدنا لانه بنزهق. من هيك عبول انه ما بعرف قد ايه صحيه انه خبريتي بنزهق، يعني انه بضل في اخبار بضل في حكي خاصه اذا معرفين على بعض، اذا يعني مع الاصدقاء بتعرف اوقات بتضيع الطاسه يعني ما بيعودش عليك. لذلك ما نميز بين متزهلين متزوجين او لا. اذا غير متزوجين ووصلوا هالحاله على امل ان لا يكون هناك نيه للزواج، يعني اذا كانوا غير متزوجين عم بتواعدوا they are dating couple ايه ووصلوا لحالي انه ما بنظهر سوا الا بوجود اصدقاء لانه منتجر، معناتها انه فيكم تضلوا سوا اذا في مقومات للعلاقه ان تبقى وتستمر ما غلط، لكن انه بعدين تصيروا عم تحكوا بالزواج بالزواج وما فيكم تكونوا وحدكم، ما بكره البيت تكون وحدكم. ما هيدا ايه بقى بنميز بين الاثنين هلا بدو يدل عنده الناس وعجا ايه. بس اتقلك شوي في مسألة الكشف عن الذات self disclosure. الواحد بيفتكر لما انا بحكي بمعلومات عن بيفتكر انه نحن تعرفنا على بعض ما في شيء نحكي فيه، يعني مثل ما حدا مرة قال لي انه حتى بطفولتي كل الحوادث صارت معي المضحكة وغير المضحكة صارت كلهم تعرفون وبعدهم غير متزوجين، شو بعد في شيء نحكي؟ معناتها انه يقتصر بالنسبة له الكشف عن الذات انه معلومات تخبرك تاريخي، تخبريني تاريخك بالعائلة وكذا وباي مدرسة ومشاكل اللي صارت الاشياء اللي بتضحك والمبكية، ما بقى في شيء نحكي فيه خلاص. لا ما في في اراء بتعطيها بمواضيع معينة يعني نحن دائما هلا بنقول اراء سياسية، انسى السياسي، يمكن يقول لك نحن تمام بنحكي سياسي اوكي شيل السياسي على جنب، قيم القضايا الوطنية على جنب كمان ما في شيء تحكي فيه، يعني اشياء اجتماعية بتحكي فيها، اشياء بيئية، اشياء فنية، اشياء الواحد طبعا في يقول الفن وجزء من المسائل الوطنية، بس عم نحكي كيف الناس بتفكر انه الفن لوحده يعني ما معقول ما يكون، معناتها ما في شيء مشترك. اذا ما في شيء مشترك كيف بدكم تأسسوا، اذا كنتوا عم تفكروا بالزواج كيف بدكم تأسسوا عائلة وما في شيء مشترك؟ دلالاتها لذلك جاء بالعنوان دلالاتها انه انتبهوا على وضعكم اذا كنتوا عم تفكروا بالزواج وما فيكم تطلعوا لوحدكم. بقى ممكن تكون حدا منهم واعي لهالموضوع وبقول انه لا نحن ما فينا نستمر اذا هلا وبعد ما خطبنا او ما تزوجنا بيكونوا خاطبين وهيك، معناتها بكره لما نتزوج كيف بدنا يكون الوضع بالبيت؟ بيكون كارثه. كارثه بالمعنى الضجر والزهق مش بمعنى التعنيف. وهي بتبين ايه دكتور رائد، مش انه يعني بتبين يعني من بعد كذا مواعده من بعد ما يكونوا اجتمعوا كذا مره بتبين. صحيح. يمكن يكون مثلا طبعا احدهما يعني يا طبعه سكوت. اوكي. ما غلط اذا كان هو مثلا تناخده هو كرجل صامت وساكت معظم الوقت، لكن اذا حدا فتح معه حديث هي او حدا بيحكي. اوكي. تتقبل ذلك مش غلط. بس ما فيها توصل ليوم ما وتقول اتمنى ان يبادر يوما ما بحديث ما. ما بتعرفيه هيك. وكان ماشي حاله وكنت راضي لانه على القليل لما بتحكي معه بجاوب.
بقى هيدي المواعدة أهميتها. بتتغير القصص بعد الزواج؟ لا بعد يعني الزواج لا، ما فينا نعول على أنه تغير بعد الزواج، يمكن ما تغير هلأ. ونفس الشيء إذا كان لا يبادر، وإذا حدا بادروا بيجاوب بطريقة مختصرة. طب ما هيدي صورة عنه أو صورة عنها، إذا هي ما بتحدث بشيء يعني أنا عم ناخد الرجل كمثلا ناخدها أنا، ما بتحدث يعني يمكن يقول هو ما في موضوع بتفتحها، ما عندها اهتمام بأي موضوع. طيب أوكي هيك هي، وبعد ما تزوجته انه شو المشكله؟ يا اما بتعجبك هيك ان تكون شريكه لك في المستقبل، يا اما منا بتعجبك. انه كل انسان شيء طبعا ما عم نقول هي صح او هي غلط، يمكن تقول انا بحب هيك ضلني ساكته ومرتاحه على وضعي، مبسوطه بالقعده وبالجلسه هيك تنبسط هي. في ناس ما بتحب كتير الحكي. اوكي هلا اذا هو بده العكس معناتها هيدا منا الشخص المناسب لك هي. اوكي والعكس صحيح. فهيدي مساله المشاركه بالحديث والحديث واعطاء، انه في حدا بيقول مثلا اف شو بيطلع معهم حكي. اذا طلعنا مع هالثنائي مع هالكابل ما بتزهق، لانه دائما بحسوك بشيء دائما. طيب اوكي هيك طبعا، وهيك دائما في اخبار وفي اراء وفي القعده. جلستهم حلوه، لما نقول جلستهم حلوه شو يعني؟ لما نقول فلان جلستهم حلوه يعني بيعرفوا يحدثوا، بيعرفوا يفتحوا المواضيع المناسبه بالوقت المناسب. كمان الواحد اوقات بيكون وضع رسمي كتير بيفتح مواضيع شوي ما دخلها بالموضوع، ما دخلها بالقعدة وبالجو إذا كان رسمي، والعكس صحيح بيكون جو ترفيهي وبيطرح مواضيع رسمية. إنه هلأ عم تطرح موضوع رسمي وجدي بوقت ترفيهي، يعني كمان التوقيت وأي موضوع بينحكى كمان. هذا في ناس بتقولي تحلو الجلسة معهم لأنه هيدي ميزاتهم، بينما حدا بتقول لا ما مروح معه هلأ بس يفتح لنا حديث كذا. شو يعني؟ يعني جلسة شيء جوا وموجته، وهو عم يحكي عن موجه تانية. طيب هول يعني هالشريكين اذا عم نحكي انه بحضور الاصدقاء بيكونوا مختلفين، يعني باي معنى بيكونوا مختلفين؟ بيكونوا فايتين بالجو، بيحكوا، بحدثوا، بيسيروا مبسوطين. هل هيدا الشيء بيعني انه صحتهم، انه علاقتهم غير صحيه؟ نقول غير صحيه لما يكونوا مع بعضهم وسكوت او مزبوط. او ما في احاديث او ما بيحكوا. طب ليه بيشاركوا الاخرين؟ مزبوط هذا سؤال منيح. ليه ما بيكونوا هيك وقت تكونوا مع بعضهم؟ هون بيجي شو ما الذي جذبني اليها، ما الذي جذبها الي هون؟ انه شو هل هي فقط علاقه جسديه؟ يعني شكله شكله الخارجي معناتها انه هيدا ما في شيء مشترك انا وياها، فقط اللي جاذبني هو الشكل الخارجي والعكس. هون بدهم يعرفوا كمان انه هيدا الشكل الواحد اوقات بيوصل لوقت بزهق منه بتجر منه. هيدي الدلالات لما نقول شو الدلالات معناتها ساينز، انتبهوا هي اشارات انه على المدى البعيد ما رح يمشي الحال. هلا كمان في عندك كثير واجتماعيا بنعرفهم بقى في كابلز في ثنائي اثنيناتهم ما بيحكوا، اثنيناتهم اذا قعدت معهم بكونوا صامتين محترمين، صامتين ما بيشاركوا باحاديث. بنقول انه وافق شنو طبقه او طنجره ولقيت غطاها المثل بدك اياه. طب هن هيك مرتاحين طبعا، بس اللي عم بقوله انا انه ما في يكون اثنين هيك وواحد يحتج. اوكي عم تحتج، ما هيدي نموذج قدامك علاقتكم. اوكي اما اذا كانوا اثنيناتهم من الساكتين والصامتين وبيشاركوا اجتماعيا وهن يمكن مرتاحين مع بعضهم، خلص مرتاحين مع بعضهم، يمكن يزهقونا اذا طلعنا معهم، يمكن نقبلهم لان بنحبهم، لكن هن هيك. اوكي هن هيك يعني صحيح. هي الفكره انه سوري بس هون جواب على سؤالي، هودي الاثنين اللي هن هيك وهن ساكتين وبيشاركوا اجتماعيا ما فينا نقول علاقتهم غير صحيه لانه هن منسجمين مع بعض. صح صح، لانه تعودوا. واللي بدي اقوله كمان كنت هون دكتور تاختم هذا الموضوع، انه هذا الشيء ببين من البدايات. يعني اليوم قد ما الشاب او الصبيه يعملوا افور تيغيروا بحالهم لا اذا بدك يعجبوا الاخر، بدهم يوصلوا لمطرح بدهم هيدا القناع بده يقشط، لانه خلاص بصير في رفع كلفيه، بصيروا عم يتعرفوا على بعض، وبالتالي ببين مع الوقت اذا هن يعني منسجمين ومتناسقين مع بعض او لا. يعني تنقولها انه بتبين بالبدايات، يعني اذا هن مبسوطين مع بعض وحابين بعض هيك او لا، دائما بدهم الاصدقاء معهم لتمشي السهره او تمشي الحياه. يعني معناتها من السؤال انه ليه باقيين سوا؟ صح، لكن في هدف اخر بكون ما بنعرف شو هو، مصلحه شخصيه ان اكون معها ولو لم اكن منسجما. شكرا كثير لك دكتور رائد، شكرا على موضوع اليوم واهلا وسهلا فيك.